العربي الاول، اصل عشان يحس الخط لازم يكون اتعلمه، والتعليم ده هو المطلوب من وزارة التربية والتعليم من العيل الصغير من اول ما بيبتدئ، من اول ما بيبتدئ لازم يتعلم الكتابة. ما الكتابة ما هي الخط، هو اللغة. اللغة هو اللغة انا بشوفها بايه؟ اللغة انا بسمعها، لغة موسيقية جميلة وكل حاجة، طب اشوفها بايه؟ لازم اشوفها بعينيا، لازم اشوفها تكون الخط زي الموسيقى.